شوف خالد، راهو النادي الافريقي من حقها باش تشكي ومن حقها باش تتظلم، هذا شيء عادي بالنسبه لي انا. كي ترى فما ظلم بالنسبه ليها هي من حقها باش تشتكي والا باش تتظلم، هذه حاجه عاديه. لكن انت لما تشوف البيلانتي اللي للنادي الافريقي في صفاقس، الورقه الحمراء اللي هي عطاوها للاصرار فيه اللي هي ماهاش، انا نراها ماهاش ورقه حمراء. انا نذكرك بماتش الاطوال والكلوب افريكان في 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 المرحله الاولانيه في السي دي بي، وقت اللي حط ساقه على احمد خليل الفار مام برجع للوضعيه. خلينا نكمل لك خالد، انا حاجات كيما هكايا، هذا حاجات كيما هكايا، اذا النادي الافريقي ماهوش ماخو حقه فيهم، من حقه النادي الافريقي ومن حقه يوسف العلمي باش يشكي وباش يتظلم، علاش لا يا اخي؟ وحرام باش يشكي. ثم نوايا مبيته، ما نقولش انا نوايا، شو انا نوايا مبيته ماهيش مشكلتي انا، اما انا مشكلتي انا النادي الافريقي من حقه باش يتظلم. لما انت نحكي لك على 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 ترواكا كيما هكايا، شنو معناتها؟ ما عندوش ما يلزموش يتكلم. النادي الافريقي راهو جمعيه كبيره، راهو عندها جمهور كبير، من حقه اي جمعيه واي فريق يصير له تظلم يا خويا، يصير له ظلم، من حقه باش يتظلم، ما عنده باش يشتكي، وعنده الحق. هنايا شو يوسف العلمي، صحيح راهو فما اخطاء صارت سيفري، لكن هو راهو محب وراهو من الجمهور، وراهو هو اول واحد يدافع على النادي الافريقي، ومن حقه باش يتكلم عن النادي الافريقي، ومن حقه باش يشكي على خاطر النادي الافريقي، وباش ياخذ حق النادي الافريقي. واضح جدا. هل من حق يوسف العلمي او ما المجموعه اللي معاه في الهيئه انها تتهجم على حكمه، على امراه؟ شنو تهجم يعني؟ كيفاش يعني؟ اعطيني تهجم فيه راهو انا مش لانه البيان كان واضح، البيان نتاع الشكوى كان واضح انه تقال كلام في شخص. كي ترى روحك مظلوم يا خالد، تعرف كلمه راهو اشو، كي ترى روحك تحس روحك انت مظلوم وتشعر به وتحس فيه وترى فيه على قدام عينيك، راهو انت ما غير ما تشعر راك باش تتهجم على انسان، هذه حاجه عاديه ومن حقه. لكن هنا ما نتعداوش الحدود. اكهو هو تو كي مشى يوسف العلمي بالحرقه على النادي الافريقي، بالحرقه على الظلم اللي صاير على النادي الافريقي من ناحيه التحكيميه، لا اكثر لا اقل. هذا شيء عادي بالنسبه لاي رئيس نادي باش يقوم به للفريق نتاعو والا النادي نتاعو، خاصه عنده جماهير كبيره كما النادي الافريقي.